تقول إنها امرأة مطلقة وأعيش عند أخي وابن أختي، يرسل لي كل شهر 100 ريال سعودي. هو يشتغل محاسب في شركة، ودي الشركة للمعسلات. أيوة، يعني واحد بيشتغل في شركة معسل التي تصنع منه المواد التي يستعملها أصحاب الشيش، وأرسل لقريبته مبلغ. إن استطعت الاستغناء كباب من أبواب التناهي عن المنكر أنه لا يعمل في هذا، استغنيت، وإلا فيجوز إثمه على نفسه على رأي ابن مسعود، والله أعلم.